وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. ذكر في هذين البيتين رضاع النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر رضاع النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة بنت أبي ذؤاب السعدية مرضعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وبعد عامين أي من مولده صلى الله عليه وسلم غدا أي أصبح وصار فطيما بعد عامين أي بعد أن أكمل عامين من مولده عليه الصلاة والسلام غدا أي أصبح أو صار فطيما. وفطم الصبي هو فصله من الرضاع، فطم الصبي هو فصله من الرضاع، وفطم عليه الصلاة والسلام من الرضاع بعد أن أتم الرضاع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فبعد أن تم له عليه الصلاة والسلام الرضاع حولين كاملين عامين كاملين فطم صلوات الله وسلامه عليه من الرضاع، وجاءت به مرضعه سليما أي جاءت به إلى والدته في مكة سليما معافا في صحة طيبة وبنية حسنة ونشأة جميلة.